الكشفي في مدينة قيروان مكث أيام. جينا من نهار الاثنين ومازال متواصل مخيمنا الغدوة إن شاء الله، مخيمين بحذاكم في القيروان لمدة 3 أيام إن شاء الله في أجواء رمضان في القيروان اللي معروفة بالأجواء هذه. كما كنا نحن برمجين أن القيروان ورمضان مجمش يحلى كان في القيروان ولا في مدينة كما ربيعة الثلاث في العالم الإسلامي. جو رمضان ونفحة رمضان ياسر مزينة في رمضان في القيروان، هكا علاش قررنا باش نعمل احنا مخيم اللي جالنا وزيد حسنها وزينها المهرجان بتاع المدينة وأجواء المدينة العتيقة والتراويح في جامع عقبة بنافع. بالحق حقا رمضان ياسر فاوح وياسر محلى في القيروان. حقيقة لنا برنامج متنوع في برشة حاجات من عروض فنية، عروض صوفية، عروض فنية كبيرة وحتى مسرحية. اليوم كنا في عرض فنية تونسية للملوف التونسي والأغاني التونسية القديمة، حقيقة حاجة مزيانة تزيد تعطي رمضان أكثر بهجة وأكثر جمالية في هالأجواء المزيانة في نصف الثاني من رمضان. الدورة الثامنة المهرجان المدينة بالقروان تعتبر بداية موافقة خاصة في اختيار العروض والاختيار الفنانين يتماشى مع سهرات رمضان. واليوم عنا عرض القماري لمكرم الأنصاري، هو عرض في المالوف، موسيقى تراثية زمنية من الفوندو كيف يقولون احنا، وإن شاء الله تنال إعجاب الجمهور معناتها ولكل أهالي القيروان باش يواكبوا بقية المهرجان. راهو نجاح المهرجان ما يكون كان بهم هما وبحضورهم ونقولهم اخرجوا معناتها تفرهدوا شويه ما فيها باس، الواحد يرفع على روحه كيما تصوم وتشق فترك باش تتغذى الغذاء الطبيعي، زاد حتى الثقافه راهي غذاء روحي وتمكنكم من حتى باش الواحد يخرج من الاستريس اللي قاعدين نعيشوا فيه. الدوره الثانيه اذا كان وصلنا اكتسبنا حاجه هو علاقه المهرجان بالجمهور اللي هو جمهور نوعي حقيقه ربي، اللي جمهور مهرجان المدينه هو جمهور عائلات القيروان وزبده العائلات مش العائلات، لانه شفنا في عرض الافتتاح وفي اليوم الثاني كذلك مع الفنان محمد جبيري تفاعل كبير من الجمهور اللي يتكون مع عائلات من القيروان جاوا بعدد غفيره. يعني الاوبجيكتيف تنقولوا احنا يعني الهدف وصلنا له. اليوم عرض القمري في الحقيقه نتفاجئت يعني فما غياب يعني الجمهور بقله، لكن هو عرض تونسي يعني عرض مالوف والمالوف نعرفه قيمته يعني الفن الاندلسي الرسمي، هو فيه بحث ورشيرش على فيه غوص يعني فيه غوص تاريخ الأغنية التونسية والإنشاد الموسيقي التونسي. عرض ممتاز، فما بعض الجمهور في الحقيقة لكن ما هو شكل الجمهور الكبير برشا، أنا نقول اللي ما حضرش خسر عرض واللي حضر ربح عرض، وذاك هو فما بعض الليالي اللي نزيد نشوفوا ظروف العباد شهر رمضان النصف الثاني بدأ والعيد وكذا. إن شاء الله إن شاء الله بقيت المهرجان يتواصل بامتياز، وخاصة نحب نحيي لهنا وسائل الإعلام ككل إذاعة حياة فئة تبارك الله عليكم، يعني عملكم ممتاز جدا وقاعدين توصوا في المعلومة على غرار وسائل الإعلام الأخرى. إن شاء الله بكم أنتم نوصوا باش ننجحوا ونخرجوا يعني بأهدافنا أو بعض من أهدافنا اللي رسمناها لهذا المهرجان. الحياة فئة الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة فئة.